السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا طلاب صف الصف الثالث الثانوي الدراسي المقرر حياة 317. وصلنا معاكم إلى آخر درس من دروس هذا المقرر وهو طائفة الثدييات. اليوم بإذن الله تعالى راح نحقق هدف واحد يشمل نقول تلخيص الخصائص العامة للثدييات. الثدييات خاصيتان مميزتان تتميز أفراد طائفة الثدييات عن فقريات الأخرى اللي درسناها اللي هي الأسماك والزواحف والطيور والبرمائيات. تتميز عندها خاصيتين مهمتين وهي وجود الشعر والغدد اللبنية. لما نقول غدة لبنية يعني الغدد اللي تنتج الحليب، والهدف من وجوده هو تغذية الصغار التي ولدت. وهناك شعر يغطي أجسام الثدييات. الشعر بحد ذاته ينقسم إلى نوعين، قد يكون شعر طويل وقد يكون شعر قصير. معروف أن الشعر القصير دائما يكون كثيفة ويكون عمل عازل ضد البرودة ويحافظ على درجة حرارة الجسم، أي يحقق مبدأ العزل كما أشرنا إليه سابقا. من وظائف الشعر عندها مقاومة الماء، فلاحظ أن هذه المخلوقات الحية خاصة اللي تعيش في البيئة المائية مثل عليها ثعلب البحر لها شعر يمنع وصول الماء إلى الجلد، وبشذي تحافظ على درجة حرارة أجسامها من التغير. أيضا عندها التواصل، لو نشوف مثلا الغزلان هذه الحيوانات اللي دائما نحن لما نشوفها في محمية العرين، هذا الغزلان تتواصل مع بعضها البعض عن طريق اللي هو عن طريق الذيل، فهناك لغة تواصل بينها علشان تحمي نفسها من المفترسات. أيضا الشعر اللي هو يعمل عمل الدفاع مثل ما نشوف هنا في حيوان النيس اللي عند هذه الشعر الشائك اللي حماية نفسه من المفترسات. أيضا هناك خصائص أخرى مرتبطة بالثدييات، نقول إن عندها عملية الأيض مرتفع، وإحنا عارفين عمليات الأيض مثل ما ذكرنا عملية هدم وبناء، الهدف منها المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة. أيضا معروف إن عندها أسنان وعندها جهاز هضمي متخصص. لاحظ التطورات اللي مرت المخلوقات الحية، لو نتذكر مع بعض الإسفنج إيش كان يستعين عشان يهضم، كان يستعين ب خلايا شبه الأميبية، أما الحين هنا عنده أجهزة هضمية متخصصة، عنده أيضا حجاب حاجز يساعد على عمليات التنفس والحصول على الأكسجين، وعنده قلب رباعي الحجرات اللي هي الأذينات والبطينان، وعنده دماغ معقد ومتخصص ويقوم بوظائف أكثر تعقيد من بقية المخلوقات. نقارن مع بعض التطور التركيبي للدماغ، نبدأ بطائفة الأسماك. لاحظ حجم الدماغ اللي كان عندها فقط يمثل هذه المنطقة، مقتصر على مخ ومخيخ وجذع الدماغ. صار هناك تطور وانتقلنا من الأسماك وصلنا إلى السحالي وهي البرمائيات. نشوف أن عندنا الزواحف، فهي عندها مخ ومخيخ وجذع الدماغ، لكن حجم الدماغ بدأ أكبر. بعدين انتقلنا تطورنا إلى الطيور وحجمها، لاحظ ترتيب أو الحجم الدماغ، ثم وصلنا إلى الثدييات القرد مثل القطة، لاحظ ثم القردة أكبر حجما من ما بديناها لما نقارن مع الأسماك. على مستوى الثدييات نفسها لو نقارن دماغ الفئران مع الإنسان مع مثلا الدولفين والشمبانزي، لاحظ أن عقل الإنسان فيه ثنيات وطيات ويقوم بعمليات معقدة كعمليات التعلم وغيرها. المحافظة على درجة حرارة الجسم، احنا قلنا حرارة الجسم ثابتة وليست متغيرة، أي أن حرارتها ما تتغير سواء في الجو البارد أم الجو الحارة.
كيف يحافظ الجسم؟ أول شيء مثلا هناك بذل في الجهد، ارتفاع في درجات الحرارة، معناته حرارة الجسم بدأت ترتفع، الجسم الحين يبي يخفض هذه الدرجة ويحافظ عليه في مستويات معينة. هناك آلية بحيث أنها تنشط الغدة العرقية، يخرج العرق، يتبخر العرق، تبخر العرق يعمل على سحب الحرارة من الجسم فيبرد الجسم وترجع الحرارة إلى مستواها الطبيعي. بقية المخلوقات الحية أيضا لديها القدرة على تنظيم درجة الحرارة مثل اللهاث الذي يبرد الجسم، وتستطيع الثدييات أن تعيش في جميع الأنظمة البيئية. لماذا؟ لأنها قادرة على تنظيم درجة حرارتها داخليا وتحافظ على الاتزان الداخلي. التغذية والهضم، المخلوقات الحية اللي هي الثدييات نلاحظ ان هي تقوم بعملية ايض، والايض مثل ما قلنا تخلي درجة حرارة ثابتة. الثدييات تحتاج الى كمية كبيرة من الطاقة، لذلك تعمل على هضم الطعام، ومو بس هضم الطعام انما على تحليل الروابط الموجودة بين جزيئات الغذاء، مثل تحليل الغذاء مثلا في الكربوهيدرات والحصول على الطاقة من السكر. تستعمل الثدييات الكثير من الغذاء علشان مو بس حصول على مخزون غذائي، وانما ايضا لانتاج الحرارة للمحافظة على حرارة الجسم. لو نقسم التغذية بنشوف والله في ثدييات تعتمد على الحشرات مثل الحيوان الخلد والفأر ذو الأنف الطويل، ممكن تتغذى على الأعشاب مثل الفئران مثل الأرانب والغزلان، أكلات اللحوم الثعالب والأسود، وتكون قارتة مثل ما أشرنا تأكل أكلات أعشاب ولحوم عن النبات اللحوم نفس الوقت مثل حيوان الراكون. التغذية والهضم نشوف لما تتغذى على الأعشاب اللي هي المشترات وهي أكلات الأعشاب. هذه المخلوقات الحية تحتوي على بكتيريا، وين بالضبط؟ في جسمها في المعدة. ما هو الهدف من هذه البكتيريا؟ تحليل السليلوز. لاحظ المخلوقات هذه قادرة على تحليل السليلوز، وعملية التحليل هذه وين تصير بالضبط؟ في المعدة، قلنا في المعدة، وتتميز انها هي معدة كبيرة لدرجة انها هي مقسمة الى حوالي 4 حجرات، مثال اللي هي الماشية والخراف والابقار. عمليات الاخراج يعني عمليات المحافظة على الاتزان الداخلي للماء والاملاح والتخلص من فضلات، فنشوف ان الثدييات قادرة على ترشيح الدم او التخلص من مادة اليوريا، وتخرج الفضلات من الكليتين في صورة سوائل، وبشذي تحافظ على الاتزان الملحي والمائي داخل الجسم. الثدييات تقدر تعيش في بيئات قاسية مثل الجمال اللي تعيش في الصحراء، ولأنها تقدر تتحكم في كمية الماء والسوائل. نشوف عمليات التنفس، طبعا هذه المخلوقات الحية قلنا عندها رئتين وعندها حجاب حاجز، فلو نشوف المادة العلمية تحتاج الثدييات إلى مستويات عالية من الأكسجين. شلون بتحصل من الأكسجين؟ عن طريق الجهاز التنفسي. طيب يدخل الأكسجين إلى الرئتين كما تعلمنا في حي 211، ونحقق عمليات التنفس بآلية الشهيق والزفير. لاحظ هناك حجاب حاجز وعندنا هناك رئتين، لاحظ هذه المعلومات تم التطرق إليها سابقا، ونعرف أن عندنا حجاب حاجز وهو عبارة عن طبقة عضلية موجودة تحت الرئتين، الهدف منها تفصل ما بين التجويف الصدري والبطني وتدعم عملية التنفس المخلوقات الحية. على مستوى الدوران نتذكر مع بعض المعلومات اللي درسناها، خذنا جهاز الدوران في الأسماك، لاحظ قلنا الأسماك عند القلب مكون من أذين وبطين، وبعدين تطورنا في البرمائيات وقلنا عبارة عن 3 حجرات ودورة دموية مزدوجة، عندها أذينين وبطين واحد. بعدها صار هناك تطور أكثر، انتقلنا من البرمائيات إلى الزواحف، وقلنا الزواحف أيضا 3 حجرات وبطين غير مكتمل النمو وما عدا اللي في التماسيح.
وبعدها تطور الجهاز الدوري وصار 4 حجرات كما في الطيور، ثم صار أكثر تطور في الثدييات. وهذه الدروس مثل ما تعلمناها سابقا في حياة 211، الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى. لاحظ القلوب، تذكر مع بعض الديدان دودة الأرض، تذكر كان عندها 5 قلوب، القلب الأول الثاني الثالث والرابع والخامس، وكنا نقول وعاء دموي ظهري وعاء دموي بطني. بعدين على مستوى الأسماك والمخلوقات الثانية الفقاريات، لاحظ مدى التطور اللي صار عندها عن الشعب السابقة. مخلوقات الحية الثدييات قادرة أن هي تستجيب للمؤثرات الخارجية، لأن عندها قشرة مخية وهي طبقة الدماغ الخارجية. لو نلاحظ القشرة المخية فيها مجموعة من الانثناءات، هذه الانثناءات طبعا مثل ما تعلمنا زيادة مساحة الاتصال، وعندها خلايا عصبية، والخلايا العصبية أو الدماغ متناسب مع حجم الجمجمة. لاحظ التنظيم الرباني اللي قاعد يصير على مستوى الحواس، مو بس قشرة مخية، أيضا عند القشرة المخية مسؤولة عن تنسيق نشاطات الوعي والذاكرة والقدرة على التعلم. المخيخ مسؤول عن الاتزان وتنسيق الحركات، كما يسمح بالحركات الدقيقة وعمل حركات معقدة. لاحظ هذه العمليات الحيوية كلها الحيوية كانت مفقودة في المخلوقات الحية السابقة كالرخويات والإسفنج والديدان وغيرها. أتمنى أن كان درس الثدييات سهل عليكم، وإن شاء الله في المستقبل يطلع منكم العلماء والباحثين والمفكرين. حياكم الله ومع السلامة.